يقيم منتدى الضاد العربي في أكاديمية إثراء المعرفة في منظمة الصداقة الدولية. المحاضرة الموسومة اليوم اللغة والقيم الاجتماعية للأستاذ الدكتور حسن علي من جامعة سعيدة الجزائر، والدكتور طبعا حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع الديني من الجزائر. له طبعا مشاركات في مؤتمرات وندوات، وأيضا له مساهمات علمية متعددة. أستاذنا الفاضل طبعا نحن نرحب به كثيرا، وسيكون اليوم هو ضيف علينا في تقديم هذه المحاضرة التي هي تدور حول اللغة والقيم الاجتماعية. الباحث سيتناول هذا الموضوع وفق محاور. المحور الأول سيكون اللغة وفق الاجتماع الإنساني، والمحور الثاني مفهوم القيم الاجتماعية وأهميتها، والمحور الثالث علاقة اللغة بالقيم الاجتماعية، والمحور الرابع أثر اللغة على القيم الاجتماعية. أما المحور الأخير فهو التكامل الوظيفي بين اللغة والمجتمع. حقيقة هذا الموضوع هو من الموضوعات المهمة، لأن الباحث هنا والأستاذ سيتعرض إلى موضوع جدا له أهمية، هي موضوع اللغة. معروف أن اللغة تجعل للمعارف وتجعل أيضا للأفكار قيمة اجتماعية من خلال دورها في الاحتفاظ بالتراث الثقافي، أو أيضا احتفاظها بالتقاليد الاجتماعية، ومحاولة أيضا نقل ثقافة المجتمع من جيل إلى جيل آخر. فهي أكيد تزود الفرد بأدوات التفكير، وهي أيضا وسيلة للتعلم الأساسية التي ستساعد الفرد على تكييف وضبط سلوكه في المجتمع. حقيقة أنا لن أطيل عليكم، ربما أستاذنا الفاضل دكتور حسن يعني يتوسع بهذا الموضوع، ونحن كلنا آذان صاغية له. أترك الآن المنصة لأخي الأستاذ الدكتور حسن علي ليقدم هذه المحاضرة. تفضل أستاذ. تفضل دكتور حسن، هل تسمعني؟ دكتور حسن، دكتور حسن، نعم، نعم تفضل دكتور، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل دكتور. شكرا شكرا دكتورة. إذا أهلا بداية بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا لي الشرف العظيم يعني اليوم أن أتواصل معكم من خلال إلقاء هذه المحاضرة. فأولا أشكر الله عز وجل الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وأتمنى أن تكون هذه المداخلة أو المحاضرة إن شاء الله يعني محاضرة يعني تضع كما يقول تضع الإصبع على الجرح لعلاقة اللغة بموضوع القيم، اللي هو موضوع أساسي موضوع القيم الاجتماعية. إذا بداية أشكر الأستاذ الدكتور وسام على إتاحة هذه الفرصة بداية، كما أشكر الأكاديمية وكذلك المنتدى الضاد العربي الذي بحق يعني نعتبره الجامعة أو المدرسة الثانية التي يمكن أن نحقق فيها أملنا وطموحنا إن شاء الله تعالى. القيم الاجتماعية أية علاقة؟ ما علاقة اللغة بالقيم الاجتماعية؟ بداية لا يمكن أن نتصور مجتمعا يعني بدون قيم اجتماعية. عفوا عفوا لما دكتور نتكلم حسن، على تناول مفهوم القيم الاجتماعية عفوا نتكلم على دكتور، الدين، نتكلم على الصوت العادات، يتقطع. نتناول مفهوم نعم العرف. نعم الصوت نوعا ما يتقطع دكتور، عفوا المقاطعة، الصوت يتقطع نوعا ما، إن أمكن شوية، يمكن الشبكة فيها ضعف. نعم نعم تفضل دكتور، آسف على المقاطعة. نعم، إذا بداية موضوع المداخلة أو المحاضرة هو اللغة والقيم الاجتماعية أية علاقة؟ الآن الصوت واضح؟ نعم نعم واضح الآن، نعم واضح الآن دكتور، تفضل. إذا أردنا أن نتناول مفهوم إذا أردنا أن نتناول مفهوم القيم الاجتماعية بداية لابد أن نتناول المجتمع. يعني ما هو المجتمع؟ المجتمع هو مجموعة من الأفراد
لهم علاقات اجتماعيه، تفاعلات اجتماعيه تربطهم هذه العلاقات او التفاعلات من خلال مجموعه من العناصر الاساسيه. هذه العناصر يمكن ان نطلق عليها اسم القيم الاجتماعيه. والان يعني كل عالم الان يعيش هذه الجائحه، جائحه كورونا، الى اي مدى هذه القيم تساهم الى حد ما في التناسق بين افراد المجتمع الواحد. اذا لكل مجتمع قيم اجتماعيه، ولكل مجتمع خصوصيه اجتماعيه تميزه عن باقي المجتمعات الاخرى، قد تنطلق من اللغه، قد تنطلق كذلك من الدين او من الموروث والعادات الاجتماعيه، او كذلك من العرف الاجتماعي الذي يعيشه هذا الفرد داخل المجتمع الذي يحتويه. لان الانسان مهما بلغ من العلم او مهما بلغ من التصورات الا انه يعيش داخل هذا المجتمع، يعيش بالامه واماله، يعيش بلغته وقيمه الاجتماعيه، الى حد ما يمكن ان نقول ان الانسان هو ابن بيئته، كما اشار العلامه ابن خلدون لما قال ان الانسان اجتماعي بطبعه. اذا بدايه يمر المجتمع العربي والاسلامي بصوره عامه بفتره حرجه من حياته تتسم باهتزاز القيم. الان المجتمعات تعيش اضطرابات وقلق على مستويات متعدده، وهذا القلق او الاضطرابات الا لا محاله انها الا انها تؤثر على 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 مستوى القيم والمعايير الاجتماعيه داخل المجتمع. اذا يمر هذا المجتمع العربي الاسلامي بفتره حرجه من حياته تتسم باهتزاز القيم واضطراب كذلك المعايير الاجتماعيه والاخلاقيه، وكثرت حالات الخروج على تعاليم الدين الحنيف. لاننا لا نتفاعل اللغه والقيم الاجتماعيه، لما نقول القيم الاجتماعيه نتكلم على التضامن، على التآلف الاجتماعي، على التآخي الاجتماعي، على الاندماج الاجتماعي، على التفاعل الاجتماعي، على الفعل الاجتماعي القيمي. لان دور اللغه او دور الدين في المجتمع يعني دوره هو الى اي مدى يمكن ان يكون ضابطا وضامنا للاستقرار الاجتماعي. اذا وضعت ملخصا يعني لهذه المداخله بدايه، اذا بدايه يرى عالم الاجتماع الفرنسي، يعني ممكن ناخذ يعني تعريف لاحد علماء الاجتماع الغرب وهو لوك بوتونسكي وهو فرنسي، يقول انه لا توجد قيم عالميه. لان كثير من القراءات ممكن يتكلموا على القيم العالميه او القيم الانسانيه، يذهب الى عكس ذلك بقوله لا توجد قيم عالميه، ولكن على العكس من ذلك فان انظمه القيم منفصله. وكأنه يحدثنا الآن عن القيم الإنسانية لكنها هي قيم مشتركة، وكأنه يحدثنا عن الخصوصية الاجتماعية، لأن المجتمعات العربية المجتمعات الإسلامية خصوصياتها الثقافية تختلف اختلافا تاما وكاملا عن أي مجتمع آخر، لأن هذه القيم الاجتماعية منبثقة ومأخوذة من اللغة ومن الدين الحنيف والدين الإسلامي. نحاول من خلال هذه الورقة البحثية الضوء على أهمية اللغة. لما نقول اللغة ليست مفردات أو تعابير يعبر على الإنسان عن المجتمع، لكن اللغة هي مدلول، اللغة هي صورة، اللغة هي مرآة المجتمع، اللغة هي رصيد ثقافي ونتاج ثقافي واجتماعي للمجتمع الذي نعيش فيه. إذا ممكن من خلال هذه الورقة البحثية أن ننطلق بما هي علاقة اللغة بالقيم الاجتماعية من خلال منظور الدراسات السوشيو أنثروبولوجية. لأن اللغة ممكن ندرسوها، اللغة في الحقل اللساني أو الحقل اللغوي. صريح. يمكن أن تدرس اللغة كذلك من خلال هذا الموضوع أو من هذه المحاضرة. المجتمعات الآنية السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ يا مرحبا. ما بردك؟ طاب الخير. يلا في مال الله. نعم. نعم نعم دكتور تفضل. اخوان ارجوكم اغلاق المايكات لو سمحتم، غلق المايكات لان ذلك يؤثر على صوت المحاضر. اذا يمكن اعتبار اللغة كحقيقة اجتماعية وتعبير عن هوية وانتماء.
نعم دكتورة؟ نعم نعم دكتور، نعم دكتور تفضل، نعم تفضل دكتور، نعم تفضل نسمعك شكرا الآن، شكرا. نعم تفضل. إذا بداية المنطلقة نعم التي أعطت أهمية لوك بوتونسكي، نتكلم على مارشال موس، نتكلم على علماء الاجتماع الغرب، وحتى يعني علماء الاجتماع المسلمين دور اللغة في المجتمع مثل ابن خلدون، فهي أساسية للضبط الاجتماعي أو لعملية الضبط الاجتماعي من خلال الفعل الاجتماعي القيمي ومن خلال السلوك الاجتماعي المنبثق عن هذا الفرد. إذا الضابط لأمن واستقرار الأفراد والمجتمعات هي اللغة، خصوصا في ظل الآن الثورة الرقمية والعولمة وعملية التغير الاجتماعي، وكلها عناصر هي ليس عناصر متناقضة لكنها عناصر متكاملة. إلى أي مدى تكون هذه العناصر إطار التغير الاجتماعي هي يعني عناصر مقوية ومؤسسة لدور اللغة في المجتمع. يشير مصطلح القيم كمفهوم أساسي في الموضوعات الاجتماعية عموما إلى مجموعة تصورات والسمات التي يشاركها الفرد مع مجموعته الاجتماعية، وكأن هذا الفرد لما يتفاعل مع الآخر يتفاعل من خلال هذه اللغة ويتفاعل من خلال مكنونات هذه اللغة الثقافية والاجتماعية وما يعني تقتضيه الحالة الاجتماعية اليوم وفق النسق الاجتماعي والتحولات الطارئة على المجتمع، واعتبار اللغة مصدر أساسي حامل للنتاج الثقافي الاجتماعي. إذا أردنا أن نتكلم المجتمعات الإسلامية ومؤسسة عفوا دكتور للتعاون الاجتماعي الصوت والاندماج يتقطع، عفوا الاجتماعي دكتور وللتآلف الاجتماعي، الصوت يتقطع. هذه العناصر الأساسية لمعرفة موضوع القيم وعلاقته باللغة. والله دكتور أنا أحاول يعني نعم نعم دكتور تفضل. إذا من بعد هذه المقدمة لو أردنا أن نقدم تعريف للقيم الاجتماعية يمكن القول تعد القيم من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات والأمم، يعني لا يمكن أن نتصور مجتمعا أو أمة عن القيم أو تتجاوز القيم لتبني نفسها، وتتعلق القيم بالأخلاق أولا والمبادئ. إنما قل القيم الاجتماعية أو القيم الإسلامية دون أخلاق ودون مبادئ إنسانية، وكذلك هي معايير عامة وضابطة للسلوك البشري الصحيح، وكأن هذه القيم هي التي تحدد المعالم الرئيسية والصحيحة لسلوك هذا الفرد داخل المجتمع الذي يعيش فيه، مثل التسامح مثلا بين أفراد المجتمع، مثل القوة، لما أقول القوة يعني قوة الفرد أقصدها من قوة الجماعة، لما نتكلم على القيم الاجتماعية اللي هي أساسيات في المجتمع، قيم الصدق كقيمة في التعامل اليومي مع المجتمع، القيم الأسرية من خلال التنشئة الاجتماعية، قيم الإطار يعني كيف الإنسان يمكن أن يؤثر على نفسه لغيره داخل المجتمع الذي يعيش فيه، قيم التكافل الاجتماعي وخاصة في ظهور الأزمات أو ما يسمى بسوسيولوجيا الكوارث أو علم اجتماع الكوارث والخواطر الاجتماعي عفوا والمخاطر الاجتماعية والأزمات والأمراض والأوبئة الآن، إلى أي مدى يكون المجتمع متكافل فيما بينها، يعني مجموعة التكافل أو مضمون التكافل الاجتماعي بين هؤلاء الأفراد يكون في إطار يعني هذه الأزمات أو هذه يعني الصعوبات الاجتماعية التي يتلقى التي تقف يعني أمام الفرد داخل المجتمع. إذن لو أردنا أن نتكلم عن أهمية القيم الاجتماعية هي أهمية بالغة وأساسية الآن في المجتمع، لأنها هي أساس الروابط، أن الروابط الاجتماعية بين الأفراد أساس هذه الروابط هي القيم الاجتماعية. إذن لا يمكن أن نبني رابطا اجتماعيا قويا
ومتماسكا التماسك الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد. اذا لم يكن هناك التماسك الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد، نتكلم بعد ذلك عن ضمان او استقرار المجتمعات، ثم نتناول بعد ذلك عن ازدهار المجتمع. اذا اولا التماسك، ثم الاستقرار، ثم الازدهار، وهي عناصر ثلاثه متكامله لاهميه القيم الاجتماعيه داخل المجتمع. اذا لو سال سائل وقال يعني كيف يمكننا ان